ضيفتنا فين ستيفان دي جي تونسية جربت التمثيل وبسرعة تحولت الوحدة من المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرى الشبي حلتنا الكونت انستغرام تاعها، عملنا جولة من بين صورها أهم المحطات الكبرى في حياتها، شخصية مثيرة تتلون ساعات وخاصة تخلي وراها برشا جدل. هذه ذكرى الشبي في حوار صريح جدا. فين ستيفان تجيب حدينا ذكرى الشبي، حوار صريح من القلب بين صورها نكتشفوا معها شخصية مثيرة للجدل. ذكرى الشبي مرحبا. مرحبا ذكرى. وي اش عندك من اسمك في حياتك؟ ذكريات متاعك باهية ولا خايبة؟ زوز. قد قد؟ قد قد. الحاجات الخايبة تخليك قوية؟ أكيد. والباهية تغلطك في روحك شوية ولا ليه؟ لا لا الباهية لا يبقى في مخي حاجات باهية وكها نبقى نذكرهم وشيخ عليهم. حكينا على الذكريات نبدأ بتصوير. أنا عمري 8 سنين يدور لي ولا 7 سنين غادي نشبه لها شبه لتوى ليه؟ نفس الضحكة أما أعقل هنا أكثر براءة. حتى توى براءة ما يغركش المظاهر ومبريئة راني. شو من الحاجات الباهية اللي عاشتهم ذكرى في العمر هذايا؟ وقتها أنا وبابا نعيش وحدنا. وشو من الحاجات الخايبة؟ ولا فقدان الأم. فقدان الأم. أكثر حاجة خايبة تحرمت منها ذكرى؟ أي إنسان يعني مش تحرم من حاجة هذيك يعني مش تقوله حاجة خايبة وتأثر عليهم بعد. الوالدة بعدت؟ وي. كيف باش تكتب في الإنشاء على عيد الأمهات ولا حكي لي على عيد الأم؟ لا لا ما عديتوش أنا لتوا كل عام ما نحبوش العيد هذيك. ما لا لا وهما طلقوا بعده فهمت ما الكونتاكت مرة في الفيل مش ديما معناها ما توا كي كبرت رجعنا اون كونتاكت. شتي الغلطة اللي صارت في الكوبل بتاع والديك اللي انت لما تكون ام حريصة انك ما تعاودهاش ما تعملهاش اللي هي ما نبعدش على صغاري مهما كان ما تلقاش عذر حتى كان ما نتفهموش معناها يلزمني نجي نشوف صغيري ولا هو يجي يشوفه ولا مش كان ما تفهمناش نقطعوا كومبليتمون جست خاطر انتم متعاركين والصغار شنو معناها ضحيه مشاو وي انا ندسكر. اول طفله تونسيه تدسكر راهي حتى على جوجل تو تلقى انا لولا 2010 فيفريي بديت رسميا وي الليل يخوف. انت جايه من عائله معروفه عائله صحفيه عائله اعلاميه شجعوك ولا خافوا عليك من الاول هما اصلا ما فهموش الحكايه حتى واحد مازال مش فاهم الحكايه ما فهموش حتى بابا مش فاهم الحكايه راهو 2010 فماش دي جي بنات معناها ما فهموهاش هي دي جي معناها خارجه تسهر اي تتفهم اما شنو هي دي جي خارجه تخدم خاطر ما كانتش موجوده الحكايه من الأول ما فهموهاش ومن بعد في بالهم أنا نفدلك يعني هكا العملوا لاني في بالهم جوست نفدلك وبعد هكا ما كملتش أنا القراية أنا توجهت أونجلي في فاك تيليتخ منوبة ما كملتش وقتها عملت نجوم الليل ومعناها هزني التمثيل والموزيكا وكل مشيت كملت أنا أونجلي في إيكول بريفي إيكول أمريكان وبعد هكا ما كملتش قرايتي معناها في الإتاتيك مش في بالهم اللي انا راني باش نرجع فهمت نقرا ولا باش نرجع نخدم باللونجلي ولا وانا من وقتها زدنا نخدم في مخي لونجلي عملته نقول كي باش نسافر لبرا ونخدم لبرا هكا باش نحكي به حتى من وقتها خدم في مخي القرايه عملتها خاطر فهمت الكارير بتاعي. شو اللي غرمك بالدي جينج؟ شو الحدث اللي لما غزرت هكا قلت انا باش نولي دي جي؟ وقتها مشيت مع انامي البواطه اول ما دخلت البواطه دخلت ما قعدتش في طاوله قعدت في البوكس مع هو دي جي محمد الزنيدي قدم له تحية مشيت وقتها كان ذكروها ماكسيموم قمرت قديمة برشا يا باي وقتها كريت البوكس عجبني الماتريال والفازيت والألوان والكوابل والفلس واحد عجبتني معناها البلاصة هذيك كهو تغرمت. وقتها كنت تفهم في الموسيقى ولا تعلمت الموسيقى؟ وقتها هو أصحاب معاه وزيد معنا دي جي أكاي زيد أصحاب معاه كنت معاهم يعني وكان أسمع هاكا كي يحكيو شويه ناخذ شويه معلومات من بعدها وليت سي وليت كل مره واحد نمشي نحط البيت بورت نبدا نسنس اليوتيوب نبدا نسنس كل شيء نبدا بعد جاهم اللي متغدى جاهم معلومات نبدا فرحانه على دي جي ولا على فيستيفال
وي انا شعري كوب غارسون وقتها داسكر زيدا قديمه هذا شعري قصير يظهر لي 2016 ولا 15 هذه البدايات دخلت لعالم الرجال وعالم الليل وعالم السهر تخوف الحكايه وي تخوف وانا خوفها برشا راني صاروا لك حاجات اللي على خاطرك بنيه تقلقت اكيد من الاول حتى لي دي جي ما قبلوش راهم الاول نورمال دي جي يجي تك يسلك الكابل وانت تذكر ولا حيلك الباف لو روتور فهمت يقولك الريزيدون فهمت النورمال ما هو يتلهي بيك هو يركب لك هو فهمت يتلهي بكل شيء خاطر البوكس هذاك نتاعو نورمال ينحيلك وانا مازلت جديده وقتها ما فهمتش حتى كوابل معناها ما نفهمش توا في الكوابل نفهم اما من الاول جست موزيكا يسلك فهمت الفيشه لانك بنية دسكر ولا لأنك مبتدأة؟ خاطر غايرين وقتها خاطر أنا سن كليتها وقتها من أول ما بديت كليتها الساحة فهمت وليت دسكر في أحسن البواتات في تونس وديريكت خديت كاشيت كبار ما بديتش معنا بكاشي صغير خاطر طفلة هما ديجا كيجيبوا يجيبوا في حاجة فينومان يجيبوا في حكاية فهمت دونك أنا غاروا شوية وهو نغمال ستوتا في نغمال معنا بشي غير حليت الباب ورا برشا بنات؟ وي يعترفوا لك بالحاجه هذه ولا ليه؟ والله ليه الاكثريه ما نعرفهمش انا ساعات يعرضوني شويه دي فيديو على الفيسبوك والماء حتى واحده ما تبعث لي ولا نو شوتينغ هذاك اللي يلبس القناع يحب يخبي حاجات شو ما الحاجات اللي تلبس فيهم قناع شو ما المواضيع اللي وقت اللي باش تحكي عليهم تعدل الماسك مليح على وجهك والله اللي العبيد اللي يعرفوني ما عنديش ماسك بالعكس انا يعني هردتها سختو في التلفزه خاطر ديما نحكي هكاك برشا مرات سختو عم ناول فمدوز انترفيو هردتها معناها خاطرني نحكي كيما انا وانت تعرف نتكلم كيما انا اللي في راسي نقول وديريك لازمك سيلف كنترول زاد شويه وي هي هذايا صحيح حاجه ماهيش باهيه ماهيش كاليتي ديفو من غير ماسك ما نفكرش قبل ما نحكي يعني نصدم ديريكت تتواج للرجال مقبول للبنات أقل قبول صحيح خاصة كيف يكثر صحيح أنا ما عنديش برشا عندي 31 كها قربت ولي سواق مانا سواق وومن قدم له تحية إن شاء الله ربي يفرج عليه ما عليهم نحبهم على الأخر كنت مضطرة تعملهم لا توا ديجا راهو في مخي خمسه اخرين نزلت قاعده نعدل في مخي وقاعده نخمم فيهم وفكر فيهم بالكدا عندي خمسه اخرين باش نعملهم اول مره باش تعمل تتواج كنت مطالبه تقدم اعذار تبرر للعائله تبرر للناس لا والله العائله ما تعرف كل واحد يخدم على روحه وكل ما شافوش برشا ووقتها انا بديت عملت اول تتواج زاده 2010 وقتها فماش الانستغرام برشا انا انستغرامي 2012 معناها كي نبدا في الدار نلبس هكا ولا حاجه اول تتواج لهنا عندي داد اي لاف يو وقت تلقاها بابا في الاسانسور طالعين في السيف ما شافها ساعه كان في السيف عملتها في الشتاء قال لي شنو هذيك قلت له تتواج قال لي تتواج قلت له ليه داد اي لاف يو كاتبه قال لي يا بيه سكت وكي فهمت بابا نحبك دوك سكت هذه اكبر هذه اكثر دخله يعملوها الناس اللي يحبوا يقنعوا عائلتهم بتتواج معناتها يكتبوا اسم الام ولا حاجه باش تقبلها ومن بعد يسرحوا في بدنهم اكزاكتومون انا عملت الطريقه هذه ما شجعش عليها كل واحد هو اقتناعه يعني دونك ما كانتش صادقه 100% دادا لو فيو ليه هو صادقه بيان سور خاطر نحب بابا برشا هيك علي حبيت نعمل له معناها جيفت حاجه كادو فهمت نوريه قداش نحبه وتحب بعدها عملت الموسيقى الحاجه اللي نحبها اللي هي في دخلتني للعالم هذايا هذايا صدق عندها 10 سنين هذه التاريخ يعيد نفسه على شنو؟ والله في حياتي تعاود كيما بديت انا وبابا وحدنا من الاول بعد بابا خذي اربع ولا قديش وعاود نرجعنا من الاول كيما كنا من الاول ربي تستر توا العريانين ما تحطوهمش بعد الجماعه ما يدخلوش فيا الشعب ماك تعرف الشعب ما يرحمش علاش تهبط فيهم تصور يعني هي ذوكم شويه يشوفوا فيهم انا عندي 800000 مش تلفزه معنا الشعب كل شيء يتفرج فينا علاش تهبط علاش انا نحب شنو علاش انا كيكه يقبلوني كيكه ولا ما فما قلوب شويه ضعيفه معناها
ايفيتي كان لي كومونتير الخايبين يقلقوك لي كومونتير الخايبين تعرف شنو اللي يقلق يقلقك السبين هذيك نتاع الوالدين وكل وانت تبدا ما عملت له حتى شيء يعني اوكي سبني انا ما تسبيش والديا لانك يعتبر انك استفزيته لما عديت له تصويره لي بابا ولا امي شبيك ليه تسبليش والديا عادي انا نقبل يعني اذا كان باش تعطي هكا رايك رايي فهمت ماهوش ايجابي سلبي نقبله اما في كان في الاحترام باه باش ما نمشيوش بعيد مثلا هذه تتسمى عند البعض متصاور الاوفر وي وكيما تسمى نورمال وي جافو وي فما عند عباد فرحانه سكور. فرحانه ببدنك وي فرحانه بروحك قداش طولك قصيره 164 164 ومحارسه انه الميزان نتاعك يكون باهي ديما 57 كي نسمن نولي 59 اما ديما نرجع كي نسمن نرجع 57 خاطرني قصيره دونك لازمني 57 هذاك هو تعمل سبور وي معناتها جوست فرفان ولا بالحق لا ما خاطر عامله عمليات دونك العمليات هذوك لازمهم سبور باش يبقاو اي اما العمليات نتاع النحت اللي عملتهم لبدنك نعرف برشا عملوا عملية نحت لكن اعتبروا أنه سي وقت اللي تحصلوا على الجسد المثالي رجعوا يأكلوا يرجعوا يعملوا لا لا ترجع الكرش ترجع كل شيء يرجع يفرحوا بيه عامين 3 سنين من بعد لي حتى الطبيب يقول لهم أنا يلزم سبور 50% من الخدمة نتاع الطبيب سينو ترجع تسمن معناها باش تشرب جازوز ودرشنية وتاكل خبز في الليل والعجين البلاصة اللي نحى منها باش تعاود ترجع منها غريس دونك يلزمك سبور هاك مهووسة أنت بك الشكل المثالي للجسم؟ ماني أنا زادة نخدم عندي 50% إيماج سواء في التلفزة تمثيل وإلا في الدسكير تي شيرت مكتوب فيه زعمة عملت وين واحد الفكرة من رأس في برنامج الكل في الكل كرونيكوز التجربة في كلمة شنو تسميها؟ تجربة تتعاود ولا ما تتعاودش؟ البرنامج هذاك لا يزي توا نتفرج فيهم ليه؟ عليه؟ ياسر راني نشوف شنو قاعد صاير في البلاتو ما تبدلش برشا حتى انتم زاد كان عندكم كومي مش كيما توا ليه سيح وعيات انا اموا هذيك وقتها حضرت على فما عركه واحده معناها حضرت عليها وكنت خايف التريحه اللي كليتها هنا في الكوليس واحنا نحضر ونبرف وقتها مي توا كل جمعه ما نعرفش يطلعوا لي الفيديو كل جمعه عركه كل جمعه سيح كل جمعة باف 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 لا لا ما عادش هما قدم لهم تحية نحبهم برشا شفتوا فيصل سيدة محلية نحبوا أما ليها جاب ربي كملت في برنامج آخر ممكن اي شي الإضافة اللي تنجم تقدمها أنت ككرونيكوز في أي برنامج والله أنا يعني نمثل فئة من الشعب فما فئة من الشعب كيف نمثلهم يمكن نجم نعبر على أرائهم هكا في التلفزة كان هما ملقاوش فيني عبروا وأنا نعبر في بلاصتهم في برنامج شي هي الفئة اللي تمثلها؟ فئة لا برشا ما نعرفش لازمني ورقة وستيلو ونكتب لك الصفات نتاعهم أحلى روبة نتاعي فاشينيستا؟ شوية هاوكا شوية صوف كل يوم جيتني جيتك سبور باد جيرل مغرومة ولا جوست للتصويرة هذية تعملت؟ كل نهار وكيفاش النهار تلقاني هكاكا في روبا نهار تلقاني هكا ديجا هذوما شريتهم حوايج ولاد مش بنات من الغيوم ما نقولوش الماخك من الغيوم تاع الولاد خذيت تلبس حوايج ولاد؟ اي خاطر نحس فيهم روحي مرتاحة انت قداش فيك ليدي وقداش فيك باد جيرلز؟ والله ما نقولش ما نحبش نعطي الأرقام باهي قداش فيك ليدي؟ 80% والباد جول 20 باد جول 20 30 والو 70 ما احلاها هذاك كيما السيلي تاو بلوندا انا غاديكا حلو الشوتين كدايرة ما عندكش حدود تعمل اللي تحب في بدنك وي شعري كان اصفر غاديكا تحسو يواتيك ولا ليه ولا جوست فازا نحس النوار يواتيني نوار هكا كيما انا كيما عديت تصويرتي الاولى وانا صغيره هكاك هذا هو شعري معنا ناتشورال اكحل غاديك اعوام بدلت ما نعرف شنو طلع لي في مخي هلكت شعري رجعته كان بالسيف وقت اللي شعرك اصفر
خرجت من قصة حب؟ أنا ديما نعيش أنا قصص الحب لأنه كل سيزون حتى توعدي قصة جديدة أنا كنت تستدعاني في البرنامج لا لا أما قررت حقا شو أقول لك قررت حياتي الخاصة والعاطفية ما عادش نوريها لا في التلفزة لا في السوشيال ميديا الحمد لله عليك يزي تربيت تعلمت ما عادش إيش تعلمت شنو اللي تربيت ما عادش نعاودها علاش؟ لا 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 مضرة للكوبل تأثر برشا معناتها مثلا في العلاقات اللي عشتهم لأنك حكيت عليهم في الميديا الأخرى أي الأخرى بريسك من الميديا معناها تشربكت شوي كيفاش؟ ما فهمتش غلطت في روحه شوي خاطر قبلها كان طافي شوية دونك وقتها عمره ما كان طافي ساعة أنت قلت العبيد توا الويت عيط له في البرامج تجا آخر برنامج على شنو يحكي له العلاقات نتاعك عديدة تخرج من علاقة تمشي العلاقة مني صغيرة أنا عمري 31 مشي 32 راني مش معناها 18 سنة تحكي معاي أي 31 راني أي مالا باش نبقى واقفة على الأطلال لينا يعني نبقى نبكي أنا وندب فيهم على اللي مشي كاو بس هذيك هي الحياة يعني كل يوم نهار جديد قلت لكش كل يوم نهار واحد جديد ليه أما كاو ما نبقاوش نبكيو على الماضي معناها اون باس اون بوج يلا كيما قلت انا كرهبه تمشي كرهبه تجي لا مش هكاك اما ما نبقاوش نبكيو على الاطلال واقفين ونبكيو كهو ما مشيتش تربيت على المشاهير ولا ليه تربيت وي حتى هذه صحيح كلامك تربيت ما عادش زلت حاجتين تربيت على المشاهير ما عادش ولي ما عادش نوري في السوشيال ميديا والتلفزه ما عادش كنت راني نهار وريت إجا أعمل فيا ما عادش بيه تو تعيش قصة حب ولا ليه؟ أي وهوك حتى حد ما في باله كان عائلتي في بالهم كهو أما في الانستغرام وكل حتى واحد ما يعرف صحيت ما عادش نعودها تربيت وشخص هدايا ما هوش من الوسط الفني ما هوش مشهور ما هوش معروف عندكم قديش مع بعضكم؟ من ديسمبر 14 تونسي مقيم بالخارج ربي يهنيك يس توا دي جي اكثر منك معناتها ممثله ولا ممثله فماش برشا فرص هادي معناها حتى اللي كلموني سنه كلموني غول دور بطوله ما عجبنيش الغول علاش الغول ما تعرف في تونس الاتيكيت تلصق فيك الغول مش تاع كيفاش نعملو باش تلصق فيا ودور البطوله يعني باش تلصق فيا الاتيكيت هذيك في مسلسل خوف. كبير هذا هي الوحيده الفرصه لدور البطوله جاتني في السنوات هذه السنوات الاخيره يجوني ديما ضيوف شرف ولا دور صغير هذوك ما قبلتش عليهم نحب نستنى فهمت بعد نجوم الليل وبعد سكول نستنى في غول محترم كما اللي عملته في نجوم الليل وسكول ما جيتش الفرصه وزيد التمثيل انا ما نجريش وراه برشا خاطر انا عندي الداسكير وكل هذيك اللي نخدم لها واللي نطمح لها ونحب نقدم فيها التمثيل كان جي ما جيش هاني قاعد ذكرى شابي عندي ليك مجموعه اسئله حاول تجاوبني عليها في اقل من 90 ثانيه حاضره حاضر ذكرى حاجه ضروريه في فطور الصباح نتاعك جو دورانج موهبه كنت تتمناها لو كانت تكون عندك الرقص احسن عرض جينج خدمته في حياتك في هولندا اكثر زوج ممثلين توانسه يعجبوك فتحي الهداوي وهند صبري انسان عنده فضل كبير عليك بابا اكثر حاجه تحبها في شخصيتك حنينه اغلى كادو جيك لونيت بلاد تتمنى تسافر لها امريكا شخصيه تاريخيه تتمنى تكون كيفها ليدي ديانا لو كان جيت رابور تونسي شكون كنت تكون كاسترو غنيه ديما تسمعها Shape of my heart sting. إنجاز لو كان تعمله تقول أنا نجحت في حياتي. ندسكر في توم رولاند. فريقك الرياضي المفضل في أوروبا. PSG. حكمة ولا نصيحة تمشي بها في حياتك. ما يدوم في الود كان حجره. أحسن دي جي في تونس. دي جي تورا وحازم. لون يعبر عليك. رأس. آخر فيلم فرشت فيه. مشكي وعاود. أصعب قرار خديته في حياتك. مش تعرفوه على قريب. أكثر أبليكيشن تستعملها في تليفونك؟ إنستغرام. أكثر حيوان تحبه؟ فراشة. نشكرك برشا ذكرى الشابة يعطيك الصحة. عايشك.